العزائم كانت كبيرة ولكن عزمهم أكبر، والتحديات كانت كثيرة ولكن إصرارهم أكثر. كانت النتائج مستحيلة، فألغوا المسافة ما بين الممكن والمحال وما بين الواقع والخيال. كيف ممكن أحدثكم عن أشياء لم أصدقها بعد؟ وكيف من الممكن استحضار المتنبي للحديث عن كرهم وفرهم كجلمود صخر لم يقدر على اعتراضه أحد؟ في وجوههم العربية رأينا طارق بن زياد على أبواب غرناطة، والحديث هنا مش عن فتح الأندلس. أتحدث عن منتخب المغرب وكيف استطاع ترويض المتدور الأسباني في ليلة المدينة التعليمية التي ستظل محفورة في ذاكرة الجميع. حلقة جديدة من برنامجكم أنت اللعيب، حياكم الله. السعادة التي تتركها كرة القدم فينا لا يمكن أن يتركها شيء آخر، لأنها سعادة جماعية مشتركة، سعادة توحد القلوب والمشاعر، ومع كل فوز ننسى أنفسنا تماما وبلا شعور نهتف ونرقص. وهذا ما حدث بالضبط مع الجماهير بعد فوز المغرب على إسبانيا في مباراة كان بطلها الأول حارس أسود الأطلس بونو. تألق لاعبي المغرب في هذه الموقعة سلط الضوء الكثير على كل المواهب في هذا المنتخب، واللي صار لاعبيه مطمع لكل سماسرة أندية كرة القدم. وفي مقدمة كل هذه الأسماء سفيان مرابط، اللي أنا أعتبره من وجهة نظر شخصية أنه أفضل لاعب وسط خلال البطولة حتى الآن. كسحة الألغام في وسط الملعب، مفسد الهجمات الأول على الخصوم، واحد من أفضل لاعبي المونديال حتى الآن سفيان مرابط نجم المنتخب المغربي. أداء مبهر ينبئ لنا بميلاد نجم جديد للكرة المغربية، لاعب فيورنتينا الإيطالي. من الواضح أن رحلته مع الفيولا شرفت على الانتهاء لتبدأ رحلة جديدة أكبر وأكثر إثارة. يقول وكيل أعمال مرابط أن هاتفه لم يتوقف عن الرنين منذ أيام، وبات الكل يطلب ود الشاب المغربي. في الملحمة التاريخية أمام المنتخب الإسباني تعرض مرابط لإصابة قبل المباراة، وبقي حتى الساعة 3 فجرا يتعرض للحقن والمسكنات حتى استطاع المشاركة وهو مصاب. رغم ذلك قدم واحدة من أعظم مبارياته في كأس العالم، يقاتل عن ألوان العلم المغربي وكأن كل مباراة تشكل له حياته أو موته. عاش مرابط المونديال بأداء تصاعدي جعل منه مطمعا لكبار القوم في أوروبا، بانتظار ملحمة جديدة لنجمنا المغربي أمام البرتغال ليسطر المغرب تاريخا جديدا ويكمل المغامرة الجميلة التي بدأها منذ البداية. انتهى دور 16 وبدأت معركة كسر العظام، المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الهولندي في مواجهة لا تقبل قسمة على 2، والمنتخب البرازيلي يسعى لإحباط أي مفاجأة لمنتخب كرواتيا. غدا إن شاء الله مباراة ما بين منتخب إنجلترا وما بين فرنسا، صراع للتاريخ بين الفريقين، فيما يطمح المنتخب المغربي لاكتشاف البرتغال من جديد. المباراة ما بين المنتخب البرتغالي والمنتخب المغربي بعيون المتابعين. الحمد لله المغرب قدم مستوى كبير وشرف كل العرب في المونديال العرب، الحمد لله. نتمنى ان شاء الله يعني مباراه المغرب بعد بكره مع البرتغال اكيد مباراه صعبه مو مباراه سهله، فنتمنى الفوز على الاقل، يعني على الاقل نمر المرحله الدور الاربعه سواء يعني ضربات جزاء او اشواط اضافيه، المهم نمر. عشان تتوقع رقميا؟ والله رقميا صعب، لانه انت عارف مباراه البرتغال يعني صعبه، مش فريق يعني الحين كل المنتخبات اللي في الدور الثمانيه الحين كلها منتخبات صعبه، يعني ما في مباراه صعبه. بوكا غيدير معنا الحل، فهمتي؟ فهمت، انا فهمتك، انا ما فهمتيش وما غيفهم. لا افهمك بقلبي هم فاهمين. يعني نتمنى النتيجه يعني صراحه المغرب 2-0 يعني، ولو نعيد مكسيكو 86-3-1 برتغال المغرب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. امين يا رب. السلام عليكم، كيف الحال؟ كيف الحال؟ مبروك عليكم التاهل الى الدور، الله يبارك فيك، ربع النهائي. الله يبارك فيك حبيبي. كيف تشوف المباراه القادمه مع البرتغال؟ شوف، البرتغال ليس بالمنتخب الهين وكذلك اسبانيا، ولكن المغرب مش بالمنتخب الهين، المنتخب اسبانيا. نعم كرواتيا. المغرب نحن الاسود قادرين عليها ان شاء الله، قادرين بها وقادرين نفوز. كيف تشوف المباراه ان شاء الله؟ والله أسود الأطلس أقوياء وقادرين على تسلق الجبال، داكشي علاش سماهم أسود الأطلس، وإن شاء الله غادي ياخذوا الكأس وغيفوزوا على البرتغال. إحنا ما دخلناش المنتخب العرس الكروي فقط باش نلعبوا ماتش أو جوج، ولكن إن شاء الله الأمل ديالنا هما نفوزوا بكأس العالم. I ask you about your expectation about the match between Portuguese and Morocco. Sure. The result is. Yeah, I think it's going to be a really hard game because the team of Portugal is really good and they also have Cristiano Ronaldo. But I think we have
have a really really strong team, really a strong team spirit, and the coach is amazing. So I'm sure we're going to win this game, but it's going to be hard. Okay, thank you. Thank you very much. مبروك عليكم التأهل لأول مرة بارك الله فيك دور ربع النهائي. الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك بارك الله فيك بارك الله فيك. كيف كان الحماس بعد التأهل؟ أنا سألت البيت عربي. ليش؟ بالعربي. أوكي خلاص هو يتكلم عربي ونرجع سلك. يلا يلا تكلم تكلم عربي. تكلم عربي. كيف كانت حماس؟ تكلم عربي. حماس. لا والله والله حماس كثير حماس كثير ونتمنى من ربي إن شاء الله من الله نتأهلوا مع البرتغال ونفوزوا على فرنسا والنهاية مع البرازيل. Morocco to the final إن شاء الله. To the final. Morocco to the final. Can you tell me your expectation about the result for Portuguese and Morocco? It will be hard, being honest, because Cristiano is there, but we have Hakimi as well. What Cristiano? Yes. What Cristiano? Okay. مهم. ما في مشكلة. After the match, we will ask where is Cristiano in the bucket of Hakimi. Before it was where is Messi, بعدين. Messi وينو؟ الآن رونالدو وينو؟ عالية. معنويات جد عالية. منتخب فرحنا وإحنا فخورين به. كل العرب. فرح كل العرب والحمد لله إحنا فرحانين بوجودنا في قطر. وأهل قطر الحمد لله رحبوا بنا وما خصنا تشي خير وإن شاء الله نوصل الفاينل إن شاء الله ومربوحة إن شاء الله. توقعاتك مباراة البرتغال والمغرب كم؟ والبرتغال سهل البرتغال برتغال 2-0 فاسيلمون بكل سهولة إن شاء الله ندوزو سيمي فاينل 2-0 2-0 إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله كم رقمية تتوقعي؟ كنتوقع 2-1 جوز يعني 2-1 يعني. أنا كنت أتوقع ضربة جزاء إن شاء الله وربحوا بهم. كيف كانت المشاعر بعد التأهل في المباراة السابقة؟ ما كنا فرحانين. جننتوا شوي شوي ونجن والله شوي شوي خلينا شوي بس. لسه باين صوتكم تعبان. صوتنا تعبان ورجعنا وكنا مع المغاربة صراحة والحمد لله إن شاء الله. توفقوا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. توقعاتكم مباراة البرتغال والمغرب. والله صعيب توقع انا ما ادخل في التوقعات ولكن نقول ان شاء الله الفوز للمغرب ما بعرف النتيجه وما بعرف نقول لك 2-0 2-1 ولكن انا بريد الفوز انا اريد الفوز يعني بضربه ترجيح او انا اريد الفوز يعني ان شاء الله حتى يسجلوا ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب اي 1-0 بركه توقعك للمباراه والله هي مباراة صعبة جدا طبعا ما فيها كلام شكلك يعني كذا مشجع برتغالي لا 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 مباراة صعبة جدا بس والله نتمنى طبعا المغرب هي اللي تتأهل خلي علم المغاربة عليك يشجع البرتغال نتمنى والله المغرب هي اللي تتأهل وهي شرف لكل العرب والبرتغال ان شاء الله بياخذون شناطهم وبيرجعون بلادهم توقعاتكم مباراة البرتغال والمغرب توقعات ان شاء الله غادي تكون نتيجة ايجابية ان شاء الله وحنا عندنا الثقة في النفس ان غادي نزيدو معاهم القدام للجمهور واللعابه حتى هما الحمد لله اللعابه غادي مزيان وراهم يكون الخير اعتقد اجمل مشهد ممكن واحد يشوفه خاوه خاوه يقولوا بالمغرب يقولوا خاوه خاوه كيف مشاعرك بعد مباراه التاهل امام اسبانيا بالنسبه للمنتخب المغربي روعه مره روعه صراحه ابدع جدا وتوقعك لمباراه البرتغال والمغرب ان شاء الله يكون الفوز للمغرب ان شاء الله باذن الله انت من وين من جدة السعودية جدة السعودية انت من وين اكيد من جدة السعودية جدة السعودية وكلنا دمنا عربي دم توحدنا الحمد لله البطولة هذه وحدت جميع العرب السعوديين كانوا ملح البطولة الجمهور السعودي كان ملح البطولة ولما غادر ما زال الجميع يشجع ايضا منتخب المغرب اكيد كلنا عرب وكلنا واقفين مع المغرب ونشكر قطر حكومة وشعبا على كل ما قدموه في هذا المونديال من اجواء من متعة من تنظيم كل شيء للأمانة مونديال خيالي ما يعني لا أنا أشوف ما حيتكرر في التاريخ للأمانة رقميا كم تتوقع المباراة بين المغرب والله؟ والله إن شاء الفرق واحد إن شاء الله وبإذن الله مغربية شوف التقارب الجغرافي بين المغرب والبرتغال ما هو بعيد وأكثر لعبة المغرب بيلعبوا في الدوريات الأوروبية في الدوري الإسباني والبرتغال ما كان ذاك المستوى يعني أوكي هو فريق أوروبي وثقيل لكن التيم في السنة هذه ما هو زي السنوات الماضية فبإذن الله بإذن الله المغرب قادر الله ينصرهم ويعطيكم العافية إن شاء الله شكرا لك شكرا لك الأجواء المصاحبة لمونديال قطر مليئة بالإثارة والحماس الحفلات والعروض الفنية ما توقفش ولأنه أمس وقبل أمس إجازة وما فيش مباريات حصلنا فرصة نحضر حفلتين الفنان آدم والفنانة أليسا في اليوم الأول والفنان المغربي سعد المجرد في اليوم الثاني هذا الفنان أشعل مدرجات المسرح الروماني بشكل فوق ما تصوروا وبحضور قرابة 4000 شخص معظمهم من الجالية المغربية الأمسية الفنية
تحولت إلى احتفالية رياضية كبيرة بمناسبة تأهل المغرب على حساب أسبانيا، ومعظم الأغاني كانت موجهة للاعبي المغرب وبعضها اللاعبي أسبانيا. كثير من الإعلاميين اللي في أوروبا اللي شاركوا في حملة التشكيك على مونديال قطر غيروا رأيهم تماما بعد وصولهم للدوحة، ومشاهدة كل جوانب التنظيم وسلاسة التنقل بين الجماهير والتعامل أيضا مع الزائرين للدولة وعقابهم بكل تفاصيل تنظيم هذه البطولة. الصحفي الفرنسي بنجامين بارت كتب في صحيفة ليموند الفرنسية أن هذا الإعداد غير مسبوق وأن منتقدي قطر أصبحوا سفراء لها. في مونديال قطر كل يوم بنشوف قصة إنسانية جميلة، أم جزائرية فاجأت ولدها بزيارة خاصة وهو شغال مع اللجان الأمنية في المونديال، صورة من صور المونديال المميزة والمليئة بالمشاعر والأحاسيس، مشهد آخر لا يمكن أن يمر دون الوقوف عليه مع صافرة النهاية لإعلان تأهل المنتخب المغربي. واحد من المتطوعين المرابطين في الملعب ضمن الخدمة الأمنية ما قدر يتحمل الموقف التاريخي بتأهل منتخب بلاده للمرة الأولى إلى ثمن نهائي المونديال. دموع هذا الجندي هزت الجميع وهو يوجه رسالة بأنه أي عمل تضعك فيها الأقدار لا يمكن أن ينسيك لحظات مثل هذه تجاه بلادك. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هوى في هوى. الفن والمونديال ارتباط وثيق خلال بطولة كأس العالم، وبالتزامن مع هذه البطولة أقامت وزارة الثقافة القطرية حفل تدشين لأكبر لوحة رسم قماشية على مستوى العالم. هذه اللوحة دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والعمل الفني هذا من تصميم الفنان عماد الصالحي. تبلغ مساحة هذه اللوحة نحو 9600 متر مربع.
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني انفنتينو قال في تصريح خاص تداولته وسائل الإعلام بأن دور المجموعات في بطولة مونديال قطر هو الأفضل عبر التاريخ. الرجل تحدث بأنه شاهد العديد من البطولات السابقة وأن هذه البطولة استثنائية حيث شهدت تسجيل العديد من الأرقام القياسية والنتائج المفاجئة. وتوقع انفنتينو أن الأدوار القادمة راح تحمل أيضا العديد من المفاجآت والإثارة والتشويق. وصلنا لختام حلقة اليوم، نلتقيكم في حلقات قادمة، وخليك أنت اللعيب.